السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا الثانية طقس العالم. متابعينا، نقدم لكم نشرة جوية خاصة وعاجلة وتنبيه خاص لأمطار غزيرة ومعتبرة ورياح قوية جدا وثلوج على المرتفعات، وهذا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2022. إذن هذه النشرة سنخصصها بالفترة الصباحية ثم الفترة المسائية. الفترة الصباحية أمطار معتبرة على ولاية الطارف، عنا باسكيك داجيج البجاية تيزي وزبو مرداس أجز العاصمة تيبازا إلى غاية ولاية تشلف المدية وعين الدفلة البوليدة البويرة برج بوعرريج ولاية سطيف ميلا قسنطينة قالما سوق هراس أم البواقي باتنا خنشلة بسة وشمال ولاية المسيلة، بالإضافة إلى شمال شرق ولاية بسكرة وشمال شرق ولاية وادي سوف. إذا الأمطار ستكون غزيرة في هذه المناطق مع هبوب رياح قوية جدا قد تفوق 60 كم/ساعة، قد تؤدي إلى بعض الزوابع الرملية على المناطق الصحراوية وأجواء أيضا باردة على المناطق الشمالية. خلال الفترة المسائية الأمطار ستتواصل على المناطق الشرقية خاصة ولايات الطارف، عنابة وسكيكدا وجيجل وبجاية وتيزي وزبو مرداس الجزائر العاصمة، شمال البويرة، شمال برج بوعرريج، شمال سطيف، شمال ميلا قسنطينة قالما سوق هراس أم البواقي، وشمال ولاية باتنا، شمال خنشلة وشمال تبسة. الثلوج أيضا ستكون حاضرة على مرتفعات الأوراس، مرتفعات البابور ومرتفعات تيزي وزو بإذن الله تعالى. إذا متابعينا سنوافيكم بالجديد في قادم الساعات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.